وكالة الديمقراطية المحلية وهي جمعية تنشط في تونس من 2017. البروجي اسمه أفيق أبوي أو فام أرتيزان دو كيرمون. البروجي يخدم بالأساس على دعم 5 نساء حرفيات من القرية الحرفية بروطة. الاختيار متاع الحرفيات كان اختيار مشترك بيننا نحن وبين الأوفيس ريجيونال للارتيزانة في قروين. خدمنا أكثر على شكونهم ليزارتيزان اللي مستحقين أكثر توا أنا بوي، وخاصة أكثر ديزارتيزان اللي ماهمش قاعدين ينتفعوا معناتها بمنح في إطار مشاريع أخرى اللي هي تنشط على القرية الحرفية وعلى نساء الحرفيات في قروين. الحاجة الأخرى، اخترنا مرأة على كل دومين. دونك عندنا مرأة تخدم على الحلفة، مرأة تخدم على البيجو، مرأة تخدم على الحايك، مرأة تخدم على التيساج، مرأة تخدم على الموزايك. ترونش داج ما كانش عندنا معناتها ما كانش عندنا كريتير دو سيليكسيون. دونك ملي عندنا اون ارتيزان اللي عمرها 22 سنة لين عندنا اون اوتر ارتيزان اللي عمرها فوق 50 سنة، دعمهم لتجاوز الأزمة الاقتصادية اللي تعرضوا لها في البريود نتاع الكوفيد 19. والله في الكوفيد احنا تعبنا برشا، مشنا قاعدين نخدموا بكل، قاعدين نحاولوا ماذا بينا مثلا حتى كي تخدم قطعه تحطها كي غادي، اما الشريه ما فماش واقفه عنا معناها تعبنا برشا في الكوفيد، تعبنا برشا والاكثريه معناها ناويين حتى يسكروا من الكوفيد، غير احنا مشنا حابين باش القريه ما تموتش والصناعه التقليديه ما تموتش في القروي. كنا نحركوا يدينا شويه في المعارض وفي من الكوفيد وقفت بالكل في كل بلاصه. خدمنا معاهم على تحسين من الديزاين اللي قاعدين يخدموا فيه، ديزاين دي برودوي باش يكونوا ادابتي للمارشي نتاعهم والا حتى دوتر مارشي. الجمعيه هذيا نظمت لنا التكوين، فهمتنا كيفاش نخدموا، كيفاش نصنفوا الالوان على معناها المواتيه لبعضها. صحيح انا عامله بوزار، عامله ديزاين، مي الفورماسيون هذه فادتنا بالحق، حتى فكرتنا عملت لنا كرابيل خاطر كوميم الواحد ينسى. وابتكرنا برشا حوايج مخير خير من خدمتنا اللي قبل، بدينا نبتكروا في حوايج مخير. دي موتيف زاده جديده باهيه، يعني هي من التراث القرواني لكن حاجه جديده ما كناش نخدموها. عملوا لنا دي فورماسيون في الديزاين، في التكنيك دو فونت، في الماركتينغ، ولينا نخدموا بالدوسي تكنيك اللي دوسي تكنيك برشا عباد ماهمش مستعرفين بيه. تعلمنا كيفاش نعملوا ريشيرش جرافيك، كيفاش نعملوا ريشيرش كولور، كيفاش نحاولوا لو برودوي نتاعنا ننسقوا الالوان باش حتى اللي الكونسوماتور كي ياخذ يحاول يرى حاجه مرتاحه في العين. ابار التكوين هذايا اللي فادنا برشا، وفروا لنا ماتير بريمير، اللي الماتير بريمير نلاقي فيه مشكله على الاخر، نتصورش بالحق قداه نتعب كي نطلع مثال تونس نجيب ونجي. توا قاعدين حاليا نخدموا على ان بلان دو كوميرسياليزاسيون اللي هو سامبل، اللي هما ينجموا يستعملوه، النساء هذوما ينجموا يستعملوه. أول حاجة بعد التكوين عملت الفيسبوك، فهموني كيفاش نستعمله، كيفاش نبيع، كيفاش نتصل بالكليونات متاعي، برشا حوايج ما كنتش نفهمها وفهمتها، هما فهموها لي وقراوها لي. أما زاد الأوبجيكتيف الآخر من البروجي إن احنا نعرفوا بالقرية الحرفية متاع بروطة، واللي هي بخلاف القيمة التاريخية للمبنى اللي هو موجود من القرن 17، هي تضم أكثر من 14 حرفية. صحيح هما قاعدين يخدموا غاديكا معناتها جوست مستعملينها كديزاتولي، مي نحنا لوبجيكتيف إنه العباد ما تكونش جوست معناتها للخدمة نتاعهم، تولي أكثر ينجموا يبيعوا فيها ديريكتومون لي برودوي نتاعهم للعباد. هي البلاصة هذي منسية شوية للأسف، موقعها باهي على الآخر وهي مزيانة والكل، أما منسية تحسها مش معروفة بالباهي. والله مرات نبارتاجي حتى على مثل فيسبوك ولا انستغرام ولا نهبط في الباج نتاعي، برشا عباد يعملوا لي وين البلاصه هذه، شبيه مش معروفه، وهي هكا تشوف معناها قريبه البروطه على الاخر، مش معروفه بالباهي، ناقصه بالحق، برشا عباد في القروين هما قراوا ما يسمعوش في بها البلاصه هذه. التعريف نتاع القريه الحرفيه باش يكون عن طريق برشا حوايج، اولا عن طريق التعريف بالنساء الحرفيات هما بيدهم. الحاجه الاخرى باش تكون فما اون باج فيسبوك اللي باش تتعمل للقريه الحرفيه هذيا. اخترنا انها هي تكون للقريه مش للنساء،
باش تعرف اكثر بالقريه وبالمعناتها بالحرفيات وبالمنتوجات اللي موجوده فيها. فما سيونس دو شوتينغ اللي باش تصير في ليزاتيليه نتاع نسيف القريه الحرفيه. الهدف نتاعها معناتها الهدف اللي نتاعها ان احنا نعرفوا معناتها بالمنتوجات، اما زيد باش يكون فما شوتينغ للقريه الحرفيه بحد ذاتها، واللي هما هذوما التصاور والا الماتير اللي باش نعملوها نهارتها هي اللي باش نستعملوها كمرحله اولى باش pour animer la page Facebook اللي باش نخدموها في اطار المشروع. ديجا كي باش يحضروا البرودوي والكل باش يحاولوا يعملوا شوتينغ فوتو لهنا في القريه، وحاجه باهيه حتى تحط البرودوي نتاعك هكا وهو كامل ملبوس، حاجه باهيه على الاخر. دونك مشروع افاق جاي في اطار مشروع الكلمه الانسي الاكسيون اسوسياتيف والمنظمه سي دي اي واللي ممول من الاتحاد الاوروبي. انا اكثر حاجه فرحانه بها اكثر حاجه اني بالحق عملت كرياسيون جديده، باللي ديما نعمل في كرياسيون مي المره هذه خرجت بحاجه جديده اللي هي مزينه على الاخر، ونعمل لكم شويه تشويق ان شاء الله باش تشوفوها اللي هي حاجه فوق الخيال ان شاء الله.